بك خاصر اجيني في المنام البرار. يطل الباب الكبير على فناء مربع الشكل محاط بأعمدة من الجزع تحملها أعمدة دقيقة النقش أتي بها من المنصورة، ويوجد في القبة بئر المشوار الشهير. تعتبر مدينة تلمسان في تاريخ المغرب باعتبارها عاصمة في عهد الإفرنديين ثم المارينيين ثم الزيانيين، وريثة الفنون والأداب الأندلسية. بين تلمسان وغرناطة توجد روابط بين بلاط بن زيان والناصرين لبني الأحمر. يتقاسم السكان عادات وتقاليد كثيرة في اللباس، فن الطبخ واللهجة بخصوصياتها الكلامية، وكثيرا ما وصف شعراء الأندلس جمال مدينة تلمسان وقارنوها بمفاتن مدينة غرناطة. خلوها زوار وكانت محيدة على الطريق. بنادم يعيا ويغلط، سمعت؟ كانت محيدة على الطريق، وهذيك اللي كانت في البلاص هذيك. الله ما يمين، الله ما يمين. راحنا تعرفوا بالتجربة، تعرفوا والله يكون بالهضره، يكون جوت خدمة التجربة، جوت خدمة التجربة نتاعنا. زعما قصد اللاجئون الذين طردوا من قرطبة عام 1232 مدينة تلمسان، وقد ساعد وصول هؤلاء بفنونهم وصناعاتهم مدينة تلمسان على البروز والازدهار حتى أصبحت العاصمة العربية الإسلامية بدون منازع، وصارت تشع بقصورها ومساجدها ومدارسها وفنادقها، كما اشتهرت بتجارتها عبر الصحراء والبحر الأبيض المتوسط، كما اشتهرت بحياة قصر غنية داخل المشوار. بعد ركود حضري دام حقبة زمنية طويلة، ها هي لؤلؤة المغرب تستيقظ وتسترد ماضيها العريق لتصطدم بالغارات الحديثة في القرن الحادي والعشرين. نتساءل عن مصير الأحياء التي استقبلت في ماض بعيد اللاجئين الأندلسيين الذين امتزجوا مع الزمن مع السكان المحليين، ونتج عن هذا الاختلاط ظهور ثقافة وعادات مشتركة كان المشوار مهدا لها، وظل هذا المعبد حيا في الذاكرة الجماعية للتلمسانيين. في هذا الموقع الفريد حول المشوار تطورت الحياة الدينية والحياة الروحية والثقافية والتجارية، ولا يمكن الوصول للمشوار قلب السلطة السياسية من الجانب الجنوبي الشرقي إلا عن طريق الأبواب الثلاثة، باب الحديد، باب الجياد، وباب سيدي بومدين.
زيادة عن كونه مركز السيادة والحكم. المشوار اسم على مسمى إذ يدل على مكان المشاورة. من هذا المكان يشع الحكم المركزي على مدينة تلمسان إلى غاية باب الزير، ومن الجهة المقابلة على سيدي سعيد وسيدي يعقوب حول المسجد سيدي الحلوي الذي قام السلطان أبو عنان ببنائه في سنة 1353. نطل على تاريخ مدينة تلمسان من باب الزير وباب علي ودرب السنسلة ودرب العشاب والمدرس، ونقتفي أثار اللاجئين التي امتزجت ببصمات التاريخ المتتالية على المدينة عبر الزمن. ندخل من طريق بني زيان التي سميت أيضا طريق الذهب نزولا من المشوار إلى باب سيدي بومدين الذي يصل المدينتين التاريخيتين تاجرارت وأجادير في عصر المارينيين. تحد مدينة تلمسان العتيقة من الشمال بقايا حصون حي الفخارين لغاية باب الزير. إذا قصدنا المدينة من المشوار يمكن الدخول إليها والوصول إلى باب سيدي بومدين مروراً بطريق بني زيان المسمى طريق الذهب وطريق مرابط. يعتبر هذا المكان كشرفة تطل على سيدي الحلوي وأجادير. لكل درب مسجد يقصده الناس للصلاة وكمدرسة لتعلم القرآن. شمس العالية ومحلاك للسكنة وفيك آيات عظيم. المناظر الحضارية موجودة ولكن لا نراها، وأصبح المرون لا يعيرونها اهتماماً رغم مشاهدتهم لها يومياً. لم تعد المدينة توحي بمفخرة سكانها كما كانت في ماض بعيد. من الصعب لمن ولد وترعرع في الدرب أن ينفصل عن هذا المشهد الحضري الحديث. يخيم على هذه الأزقة سكون شبيه بسكون السحب، وهذا السكون لا نسمعه بل نشاهده، وخير شاهد على ذلك هذه البيوت التي لا صوت ولا حركة فيها كأنها معبد. تشكل المدن والأحياء القديمة مصدراً لا يفنى للدروس المعمارية والهندسية، إنها بسيطة في مظهرها الخارجي ولكنها غنية من الداخل. هناك انسجام بين المجتمع والهوية الثقافية وقواعد تنظيم المحيط من جهة، والممارسات اليومية ونمط المعيشة في وسط طبيعي من جهة أخرى. يا زين الدرجة نرسلك لبنات البجا، رحت عزم فرجة قل على ودرب السجعان، تفرج فرجة بالبها والزين المسران. يقتضي الشكل المعماري وتنظيم الدرب أن تصمم الطرقات على شكل حلزوني تؤدي إلى طرق مسدودة وممرات مغطاة تنطلق فروعها من مكان واحد إلى عدة أحياء. شكلها غير موحد ويشبه أحياناً مدرجات تنحني وتضيق أو تتسع وتترك المجال لاكتشاف تلو اكتشاف. خلال صعود هذه الأزقة تنقطع الأفاق وكأننا على حافة الخطر رغم أن الدرب آمن. الحفر يا
الطريق المسدود الذي يشرف على بعض البيوت مكان خاص، وعادة ما يحمل اسم مسجد أو أحد الملاك. الممرات المغطاة والمقبية مختلفة الأشكال حسب وضعية المنازل وتصميم المهندس، ونجد في الحنايا والمنعطفات خرجات تزينها. لا يوجد مر كثير في الأزقة، يخرج الناس عادة من الدرب إلى عملهم أو مدارسهم ثم يعودون إلى البيت. أما الساحات الكبيرة والأسواق فنجدها مكتظة. يا عيني الزمن البكي أهلكتني الضبالة. على بعد يقع بيت الشيخة طيطمة المغنية الشهيرة في الثلاثينات. على مقربة من باب الزير يوجد بيت يقال أنه بيت الشاعر بن سايب. في مكان أو في آخر يلهو سبية في ممرات تكلفهم جهوداً ومشقة لعبورها. الناس تبكي على الزين وانتي على ما جراله. هذه الطريقة في تنظيم الدرب والتي رسمت معالم المجتمع ألفت بين سكان المدينة القديمة، وقد زاد المسجد في عمق هذه الروابط، وأضفى البناء المحلي والأشكال الهندسية المطابقة صبغة على نمط العيش الداخلي. لا تتطابق الهندسة الخارجية مع نمط المعيشة، ونتج عن ذلك هندسة مقتبسة من العلوم المحلية في ميدان العمران والعيش في المدن. ولا يعني هذا العودة إلى طراز الماضي لكون ذلك مستحيلاً، ولكن من الضروري إحياء المبادئ الكامنة في هذه النماذج الحية التي توحي بمستقبل زاهر. تطل الواجهات غير متجانسة الشكل على أزقة تسدها جدران فارعة الارتفاع، أما الفتحات الموجودة فإنها مختلفة الأشكال. عيت في قلبي يصبر نبع على الحباب. المداخل تستعمل للمرور وتحسن شكل المكان، في نفس الوقت تتكون هذه المداخل من مصراع واحد، بعضها متقن الصنع وتحفه خزافيات منقوشة، بينما البعض الآخر ذو منظر عادي. والأبواب الخشبية التي أتلفتها العصور المتتالية تركت مكانها لأبواب حديدية. تسمح المداخل بمرور رجل متوسط القامة واقفاً، والأجانب مجبرون على الانحناء قبل تخطي عتبة البيت حتى يتمكن أهل المنزل من رؤيتهم قبل أن يطلعوا على الداخل. للوصول إلى داخل المنازل يجب تخطي أروقة المدخل أو ما يسمى بسقيفة، وهي عبارة عن مكان دامس نجد في بعضها مقاعد لاستقبال الضيوف، وهي أقل ارتفاعاً من سطح الأرض وشكلها منكبي يمنع المارين من النظر إلى النساء. يؤدي المدخل إلى فناء البيت الذي يتوسطه حوض أو فسقية، إنه قلب البيت، زيادة على كونه يتوسط جميع غرفات المنزل ويقي هذا المكان من حر الصيف. إنه مخصص للنساء وفيه يقومن بأشغال البيت كما يلهو فيه الصبية الصغار. الحوض أو الفسقية موجود إذن في فناء المنزل، وقد أدخلت الحياة العصرية حنفيات إلى مطابخ البيوت كل على حسب سعته. تزين الجدران نقوش أو خزافيات مزخرفة، تحاذي الجهة الداخلية للمنازل أروقة تحملها أعمدة من الحجر،
ويوجد فوقها الطابق الأول. كل البيوت مشكلة من سقيفة والفناء والسلالم والأروقة. أحياناً نجد في بعض البيوت سلماً صغيراً يؤدي إلى الشرفة. في الصباح يستيقظ أهل البيت، يتهيأ الجميع في هذا المكان المغلق ويتبادلون أطراف الحديد. في الفناء يشتبك ضوء الشمس بالظلال الخفية لتنجم عنها أنوار تختلف على مدار النهار. بمجرد ما توضع المائدة تجتمع العائلة لتناول وجبة الفطور. يعيش السكان في هذه الأحياء مع بعضهم على قدم المساواة، وشعوب اليوم تعيش في رفاهية نسبية، ولا يزال الناس إلى اليوم يمدون لبعضهم يد المساعدة. لم يعد الناس في هذه البيوت يعيشون في اختلاط وظروف قاسية وفقر مدقع، إذ كانوا في الماضي لا تعرف الرفاهية طريقا إليهم. جلب كل واحد إلى بيته على حسب دخله حدا أدنى من الرخاء. لقد فرض القرن 21 عصرا على هذه الديار التي لا تزال الأثار القديمة العقد جالية فيها. ينسجم البيت مع التنظيم التقليدي. في الفناء مثلا مكان ينتفع به الناس إذ يلتقون فيه ويقيمون علاقات إنسانية، إضافة إلى ذلك يلعب فيه الأطفال وتتحادث النساء وتترك فيه التوابل لتجف تحت الشمس. تصدر أصوات مختلفة من تصادم الصحون حين تقوم النساء بغسلها أو عندما يغسلن الأرض بالدلاء. عندما يقصد الرجال أعمالهم يصبح البيت مكاناً للنساء وحدهن، وقد جعلت منه الهندسة مكاناً في مأمن. هناك تشابك بين المسكن والتجارة والحرفة والتسلية التي تعطي للحي خاصية المنفعة التعددية، وهي وحدها تضمن استمرار الحياة. لا نلاحظ أي تفرقة اجتماعية أو عرقية سواء كنا في الحي أو في الأماكن المكتظة. تجاور الدروب طرق تجارية مديدة، ويعود مبدأ التنظيم إلى دخول المرأة إلى الحياة المدنية والاقتصادية والثقافية، وتستطيع أن تقضي حاجتها دون أن تضطر إلى دخول الأماكن المخصصة للرجال. يوجد في الدرب مساجد صغيرة مختلفة يعج بها كل حي، لكل مسجد شكل خاص به ويرد إليه نفس المصلين، كمسجد سيدي عبد الجبار، ويؤدي المصلون صلاتهم في هذه المساجد دون الاضطرار إلى السعي إلى مسجد كبير. في الأحياء القديمة تجد الحرف مناخاً ملائماً لتزدهر، ومما يساعد الحرفيين على الاستقرار تدهور البناءات ورخص قيمة العقارات. هذه الصناعة تعلمتها عند عبد السلام بن الطالب الأول في تلمسان. أول في تلمسان تعلمتها الحايل، تعلمت الحجوب، تعلمت الفوطة، تعلمت كل هي مسالة. ومن بعد خرجت معلم مليح في الصنعة، ثم بديت المنسوج على الأول. ثلاث سنين عادة باش بديت نخدم المنسوج، وحتى اليوم هذا راني باقي في المنسوج والحمد لله. والمنسوج خدمته على الشريعة والحمد لله، والناس علمنا وخرجنا على يدينا وديروهم في محالهم ورمي يخدموا المنسوج ولا باس بهم، والحمد لله حتى اليوم هذا. كاين بزاف الحرفيين، كاين كان يتركوها هي كلها، والطريق نتاعو دي فين نلعب فيها
احنا ما زلنا في صنعاء، ما زلنا من اللي خلقناه احنا في صنعاء. الحمد لله يعني مخبطش ولدي راه معايا يعاونني. تعود الحرف بمنفعة اجتماعية واقتصادية، وهي لا غنى عنها في عدد كبير من المساهمات الخاصة التي تشكل مستوى من التوازن والتنظيم في المدينة، خاصة في حضاراتها وثقافاتها. وقد بدأت النشاطات تتجمع لتشكل نواة أو محوراً يلتف الناس حوله، ويمكن أن نجد بعض الحرفيين الذين ما زالوا يمارسون مهنتهم على طول شوارع بني زيان ومرابط والشرفة. في بعض الورشات والمخازن تخلق روابط بين الحرفيين وتنبثق تبادلات اجتماعية في مناقشات لا تنتهي. أين يمكننا أن نجد مقاهي قديمة إن لم تكن في الأماكن التي تكثر فيها الحركة؟ بهذا تشتبك التجارة والسوق والحرف بمحاذاة القاصرية والمدرس. تشهد الحركة اليومية في المدرسة وذكريات الماضي في مقهى رومانا على نشاط اقتصادي ثري وتبادلات اجتماعية تتكرر وتتواصل منذ قرون. الحمامات التي كانت قديماً منتقل للنساء فقدت شعبيتها، فقد برزت مكانها طرق جديدة للترفيه وأماكن أخرى للقاء، ولم يبق من لذة الذهاب إلى الحمام سوى الذكريات، وأصبح الرجال هم الذين يقصدون الحمامات. ليس من الغريب أن نلتقي أحياناً برجال أو مراهقين وعلى رؤوسهم صينيات يتوجهون بها إلى المخابز لطهي الحلويات أو الخبز التقليدي. إذا كان الرجال اليوم لا يشبهون رجال الأمس، وإذا كانت المنتجات مختلفة يبقى الجوهر هو وكأن الوقت توقف. يعتبر ماضي تلمسان الموسيقي والفني من أغنى ما أنجبه حوض البحر الأبيض المتوسط بمضمونه وتأثيره، وهو يجسد ثراء ثقافيا من الصعب تقديره. ترك بصماته في ماضي الجزائر محافظا على التراث الشفوي والموسيقي. لقد حافظ صانع العود في تلمسان كما في العاصمة على صنعتهم التي توارثوها أبا عن جد. تولد عن الطابع الموسيقي التلمساني أنواع موسيقية عديدة تستمد روحها منها، كالحوزي والحوفي والمدح والغربي والصنعة، وتشكل هذه الأصناف ملحمة موسيقية يشترك فيها الشعراء الموسيقيون الذين برزوا كمؤلفين حقيقيين لأغاني جادت بها قدرتهم التصويرية. يعتبر الزواج التقليدي نموذجاً حياً للمجتمع التلمساني في حفاظه على الانتماء وتمسكه بهويته رغم هبوب رياح العصرنة على عاداتنا وتقاليدنا. الجديد الذي فرضه انتشار السيارة قد شوه الصورة العامة للحي
فبينما أعطى الطابع المعماري للمدينة القديمة نظامها وانسجامها، غير الاتجاه جديد الأدوار وأخذ عن النسق المعماري بمتطلبات المدينية. إلا أن سكان تلمسان بإحيائهم لهذا الحدث الاجتماعي الذي يكتسي طابعاً هاماً يحاولون من خلاله إعادة تشكيل الهوية الثقافية. من الضروري إذن لضمان تطور أصيل إعادة تشكيل الهوية الثقافية للشعوب في أسمى مكوناتها العميقة والأصيلة، بهدف الانطلاق نحو آفاق جديدة في الإبداع والتطور أساسه الإنسان. حتى لو كانت العناصر المكونة للثقافة حاضرة هنا من صناعات تقليدية، طبخ، فولكلور، موسيقى، رقص، روابط عائلية، فليست في واقع الأمر سوى لحظات من الحنين يلجأ إليها المجتمع التلمساني ليعيش نموذجاً رائعاً ومنسجماً في علاقاته الإنسانية. الحديث عن مدينة تلمسان العريقة يعود بنا إلى حقب زمانية كانت فيها الصناعة الحرفية عصب الحياة الاقتصادية، والحدائق المثمرة كانت تمد المدينة بالغذاء، والثقافة كانت حاصل المعرفة الجماعية، والأسرة قلب الحياة. ما زلنا نقتفي أثار ماضينا لنستمد منه الكثير ولنقتبس شيئا من نور تاريخنا المضيء.